ازيك يا حسين؟ ازيك يا عبدو بيه؟ اتفضل. بص يا حسين، انا اطلب منك طلب صغير. اتفضل يا عبدو بيه. طبعا عايزك تتنازل على قضيه. انا عارف ان ابن عينه دي يا باشا. ازاي ابن حضرتك هن كتير وجع لها كتير قوي؟ معلش يا حسين، مساحه فيا واللي انت عاوزه اديهولك. لا يا باشا مش عايز حاجه. وبعدين مين العسل دي؟ دي بنت اكرم. بجد؟ انا يا باشا هتنازل عن الارض دي بسبب العسل دي. انت دي خرجت من السجن اهو، وانت اكيد دوت الحبسه جوه، وبنتك دي عايز بابوها رد سجون. خلاص كفايه مواعظ، يلا يا ليلي. غبي. يا رب. ايه ده؟ ازيك يا محسن؟ ازيك يا ليلي، عامله ايه؟ الحمد لله. هو انت كنت فين؟ مفيش يا بنت الله، كنت بجيب لي علاج بس. اوكي طيب. مش تحب مني اسندك؟ مش عايزه اتعبك معايا. لا انا اسندك، بس قبل ما اسندك ممكن بس تشيل لي ده معاك. حاضر يا ليلي. هو يا ستي تهلك معايا عشان ما تقعش منك. اديني وصلتك. شكرا يا ليلي. مش عارف يعني ايه ده. انت كنت فين يا بنت؟ كنت بوصل بس عم حسين. معلش يا باشا ما تاذيهاش، هي مالهاش ذنب. يا ريتني بس كنت بجيب العلاج فلا توصلني. يعني علاج؟ هات العلاج اللي انت فرحان ده بيه كده. حلمي في وجود انسان يكيد. يلا يا بنت. ليلي. عبدو بيه. ايه يا حسين؟ انا النهارده اخر يوم ليا في الشغل معاك يا باشا. ليه كده يا حسين؟ ابن حضرتك يا باشا جه عليا قوي وافتكرت حفظت حضرتك. هو ده يا باشا اللي سرق بنتي. سرقت بنتك؟ مين؟ عملتش حاجه يا باشا. اهو يا حرامي. شش، تعمل لي فيها صعب ناب برجلك دي قدامي اهو.